السيدات والسادة، نصل الآن إلى تسليم درع المنتدى من القاهرة إلى باكو. أدعو السيدة الدكتورة منى العوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد أنار غولييف رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط الحضري والعمران بدولة أذربيجان. كما أدعو السيدة أنا كلاوديا غصبخ المديرة التنفيذية ليو إن هابيتات لتسليم درع من القاهرة إلى باكو. دكتور منى العوض، Minister of Local Development, His Excellency Engineer شريف الشربيني, Minister of Housing and Utilities and Urban Communities, Mr. Anar Golyev, Chairman of the State of Committee on Urban Planning and Architecture in the Republic of Azerbaijan, and Mrs. Anna Claudia Rosbach, UN Executive Director. The floor is yours. إذن ستقام الدورة الثالثة عشر من المنتدى في باكو.